ابدومين البلانتوما اوف ذا ابدومين. فكان اسمه فوكست ابدومينال سونوجرافي ايه في التوما. خلاص فكان بيتعمل بس ثلاث حاجات مين لما حبوا يزودوا ده عشان يشوفوا البريكارديوم ما ينفعش يبقى اسمه ايه ابدومينال اني مور فشالوا ابدومينال وخلوها ايه السيسمي. واضح معلومه بس كده على السريع. طيب الكومبوننت زي ما انتوا قلتوا بالظبط بتاعه الفاست وهنزود عليها الاي فاست في الاخر. ايه هما الرايت ابر كوادرن صح والليفت ابر كوادرن السبزي بوينت هنا ومين والسوبر بيوبيك او البلفيك فيو. والبلفيك فيو ده ما ننساش هما اتنين لونجيتودينال وترانسفيرس. تمام كويس. عشان ازود الاي كومبوننت هزود كذا حاجه. وانا ببص هنا هبص على البيز اوف ذا لانج وانا ببص هنا هبص على الايه البيز اوف ذا لانج ماشي. وتاني حاجه لو هنا مثلا النيبلز انا هقسم كده ماشي زي ما نقسم تحت عندي ثلاثة زونز على الاقل على الاقل هبص فيها على اللانج سلايدنج او اللي هي عشان نكون دقيقين اكتر وما بيقولوا عليها لانج سلايدنج بس هي المفروض انها الايه بلورال سلايدنج انتر بارايتال فيسرال بلورال ايه سلايدنج ما بين الاثنين بلورال كويس. واشوفها على ثلاثة ديفرنت ايه ليفلز ده الاي فاست. واضح. طيب سؤال سريع عشان نتاكد بس ان احنا اون ذا سيم بيج. بيشنت عنده بلانت تروما وستيبل والاي فاست بتاعته بوزيتيف نعمل له ايه سي تي. ممتاز. بيشنت ستيبل وعنده بلانت تروما والاي فاست بتاعته نيجاتيف خلاص حسب الانجري والميكانيزم والفايندنجز ممكن نعمل سي تي او لا. طب بيشنت انستيبل والفاست بتاعه بوزيتيف نعمل له ايه؟ ما ناخدوش السي دي يعني. لا لا على طول لابروتومي. طب بنتريتنج ابدومينال تروما وانستيبل لابروتومي واضح؟ طيب هن ايه الـ ايه الـ هنشوف ايه هنا؟ الفاست ده من اسهل السكانز لان اتس ا كويشن ايذر فاست بوزيتيف اور نيجاتيف بس مفيش كلام كتير. الفكره كلها بندور على الانترال الانترابريتونيال فلويد فين؟ تمام؟ الرايت ابر كوادرنت ايه اللي بنشوفه؟ ده اسهل فيو. بس المورسن باوتش؟ لا ده وان اوف ذا موست كومن بيت فولز. ان انا اول ما اشوف المورسن باوتش اقول ايه؟ نيجاتيف وخلاص. لا ليه بقى؟ لان الفاست الاول كان ممكن ديتكت تو اب تو هاو ماتش اوف مليليتر اوف فلويد انتربرتونيال تجيب لحد كام؟ افريج كام؟ الناس الطبيعيين اللي بيعملوا سكان؟ لا مش 500 ها 300 to 400 ده كتير؟ هو كتير بس انت مش بتتبرع بالدم او بتتبرعي بالدم؟ هل بتكولابس ودي كولابس لما انت تتبرع بالدم؟ لا. فالعيان فيتالي هيكون ستيبل. عرفتوا ميزه الفاست سكان؟ ات كان ديتكت ايفن بيفور ذا بيشنت كان ديتيريوريت. لو انت سكيلد كويس يو كان جيت اب تو 100 ml اتس ريبورتد. لو انت كويس ممكن تجيب لحد كام؟ 100 ml. 100 ml ده ولا حاجه اتس فيري ايرلي. تمام كويس. ده الليفر اهو صح. ومين دي؟ كدني. الاول انا بحط البروب فين؟ ميد اكزيلري. ممتاز. فين؟ 7th تو 9th intercostal space. كل patient له الاناتومي بتاعه. اطلع فوق انزل تحت براحتك. فكره ان انت تحاول تبقى كام تبقى ايه؟ ميد اكزيلري. ده من اسهل الفيوز. يمكن ده اصعب شويه. وهنعرف اصعب ليه دلوقتي. طيب هنشوف تجمع الفلويد فين؟ مشهور قوي مين؟ المويسن باوتش صح؟ فين تاني؟ اللور بول بتاع الكدني صح؟ دي اللور ولا الابر؟ دي الابر صح؟ ودي مين؟ اللور بول صح؟ كويس. مهم قوي ان انا اشوف دي واشوف دي واشوف الباوتش. وهنا مين اللي هنا؟ اللي بشوفه هو كمان الدافرام واشوف صف دافراجماتيك.
وانا بشوف البول دي اروح اشوف الليف لوب، اشوف التيب بتاعته، هي جزء من ان انا وانا ببص هنا. يبقى هو كل مكان انا هبص على اربع ايه، كل ناحيه هبص على اربع ايه اماكن، زائد البيز اوف ذا لانج، هنتكلم على الفاست القديم زائد البيز اوف ذا لانج. هبص على فين؟ على الباوتش، ابر بول، لوور بول، واروح اشوف مين سب دايافراجماتيك. اول مكان هنا في الناحيه دي بيتجمع فيه فلويد مين؟ ده الابر بول. واضح؟ اول مكان الناحيه الثانيه بيتجمع فيه فلويد سب دايافراجماتيك، ما همش الباوتشز خالص. فهمتوا؟ فمهم قوي ان احنا ايه تبص لو انت سكيلد. الليتريتشر بيقول if you are good at ultrasound you can detect up to 100، if you are not well trained ممكن تديتكت 300 to 400. 300 400 قلنا ده مش كتير. البيشنت فيتالي يو ار اكسبكتنج ان هو لو البيشنت عنده جود ريزيرف يعني هيلث اند فيت هيكولابس من 300 400. لا واضح كويس. حط البروب هنا، بستخدم اني بروب؟ الدين الكارفيلينيا او الكاردياك بروب وات ايفر. خلاص لو انت لسه بتبدا البراكتس بتاع الفاست ابدا بالكارفيلينيا. لو انت يعني اكسبرت او يعني على الاقل ايدك بدات تمشي في الايكو والالترا ساوند ابدا بالايه بالكاردياك، عشان ما تروح تشوف الكاردياك ويندوز يبقى سهل ايه تبص عليها بصراحه. واضح كويس. طيب هنشوف هنا، نشوف الليفر، نشوف الدايفرام، ونشوف السب دايفراجماتيك، الباوتش، الابر بول، والايه واللور بول. ماشي. وانا ببص على الابر بول هبص على التيب بتاعت مين؟ الليفت لوب بتاع الايه الليفر، اشوف فيها حاجه ولا لا. تمام. الناحيه الثانيه هحط البروب فين؟ لا مش ميت اكزيلري، افتكروها ان هنا مور بوستيريور ومور هاير. انا هروح على البوستيريور اكزيلري لاين واروح هاير على ايه اعلى فوق شويه، ابدا من 5 لـ 7 بدل من 7 لـ 9. افتكروا دايما هنا انت بتحط تحط البروب حط ايدك على السرير، فاهمين؟ يعني مثلا اوريكم كده، هنا انا بحط البروب هنا ماشي، لكن الناحيه دي بحط ايدي على السرير عشان اكون مور بوستيريور. طيب في مشكله ثانيه هنا، مين اللي هنا اللي هيعوق الرؤيه عندي؟ لا مين هيساعدني؟ ستومك. ستومك فيها اير بابل كبيره، فانا مش هشايف، هبقى شايف. اعمل ايه؟ اغير الاكسس بتاع البروب، ما خلوش عدل كده يعدي خلال الاستومك، يا اما كده يا اما كده، يقوم يحسن لي الايه الفيو جاب. تاني حاجه في الناحيتين في ريبز، صح؟ ريبز دي ماشين، انا لو انا بربنديكولار كده هشوف كذا ريب مش عارف اشوف منه. غير التلت البروب شويه بحيث تبقى ما تبقاش ترانسفيرس بس تبقى ما بين الريبز وايه واضح كويس. هنا برضه هشوف فين؟ ادي السبلين وادي الكدني، هشوف دايفرام، اللاينورينال باوتش، الابر بول، والايه واللور بول. الموست كومون انه يتجمع فيه الاول مين؟ سب دايفرام. واضح كويس. وابص على مين؟ بيس اوف ذا. يبقى حاجتين مهمين قوي في الاثنين فيوز دول كجزء من الاكستندد فاست. طيب تخيلوها معايا عشان لو فهمتوها مش هتنسوها. اللانج هنا صح؟ وانا عندي البروب محطوط اهو صح؟ شايف جزء من الدايفرام صح؟ وشايف مين؟ الليفر. هنقسم البروب نصين كده. الالترا ساوند ويفز اللي ماشيه هنا ماشيه خلال ايه؟ الليفر، والليفر ده صديقنا صح؟ وهنا ورا مين اللي هنا؟ السباين. فهتمشي توريني مين؟ هيبان في الصورة عامل ازاي؟ يبان عامل كده. وده الدايفرام. ماشي؟ بس هتلاقوه واقف فين؟ السباين ما بتكملش بعد الدايفرام، ليه؟ عشان النص التاني ده ماشي خلال مين؟ اللنج، واللنج فيها ايه؟ اير. هتعرف تشوف ديب قوي لحد السباين؟ لا. فهتلاقي السباين واقف هنا. لكن اكشوالي طبعا هو مش واقف هنا، هو ايه؟ مكمل. طيب ايه فايده الكلام ده؟ دي بيسموها نيجاتيف سباين ساين. لو انا عندي، تخيلوا ان عندي فلويد هنا بلورال فلويد مثلا فيوجن او في السيتنج بقى بتاع التروما ده ايه؟ ده هيموثوركس صح؟ الهيموثوركس ده هيخلي الالترا ساوند ويفز تروح،
هيخليك تشوف السباين ساين اكستندنج كده، فتقوم تعرف ان في بوست فلويد انترا فلور. واضح ولا واضح؟ ها كويس. فدي السباين ساين. حاجه الثانيه نفس الحكايه هنا، اللنج هنا مفيش فلويد، والديافرام هنا في الفيو دوت. نلغي بقى الكلام ده. في الفيو ده لو طلبت من العيان ياخد نفسه ايه اللي هيحصل؟ اللنج هتنزل تحت اللي هي هنا في الفيو، هتجي لك كده هتزق الديافرام خلاص. مين اللي هيجي معاها؟ اير. فمش هتشوف، فيسموها بلاك كيرتن ساين او لنج كيرتن ساين. ودي جود ساين ولا باد ساين؟ جود ساين، لان اللنج انفليتنج هتديك انديكيتور ان ايه؟ It's less likely to be pneumothorax and less likely to be hemothorax. لأن lung inflating. لو في pneumothorax أو hemothorax the lung مش هتبقى ايه؟ inflated. واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى تاني هبص على الديافرام، بص على الكيدني داوتش upper or lower pool والتب بتاعت الليفر، واشوف مين؟ واشوف السباين ساين واللنج كيرتن ساين. الناحيتين بقى كل ده 10 ثواني هنا و10 ثواني هنا بسرعة. لازم اشوف كل دول في فيو واحد؟ لا. احنا متاخرين ولا حاجه؟ لا. كل ده في فيو واحد؟ لا، ممكن اشوفه في ديفرنت فيوز، مش لازم في نفس الشاشه. تمام كويس. البلادر بقى او البلفيك فيو، انا بشوف اول حاجه ايه؟ بشوف حاجه كده اللي هي مين؟ الفول بلادر صح، ترانسفيرس، واعمل سوايبنج فوق وتحت. لو البيشنت ميل هشوف قدامها هنا حاجتين، ايه هما؟ سيمينال فيزيكلز. Don't get fooled. ما تتخدعش، ده مش فلويد. ماشي؟ طيب لو انا عملت الترانسفيرس فيو بقى ماشي؟ هلاقي هنا مش هلاقي حاجه، لان غالبا ده فيكتوم كويس، المفروض ما الاقيش حاجه، لكن لو لقيت فلويد هتلاقيه فين؟ هنا. لو في ميل هشوف ده واشوف مين؟ اليوترس، وراهم لافف كده مين؟ فيكتوم. فالفلويد ممكن يبقى هنا او هنا. كلمه مهمة قوي عن الفلويد، الفري فلويد. الفري فلويد الانتربروتونيال ده جوه فيسكس ولا سايب؟ سايب. يبقى هيفيل ان السبيسز صح؟ هيبقى بوينتي. هتلاقيه مش عامل لك كده، لا هتلاقيه عامل لك ايه؟ بوينتي. الزوايا بتاعته حادة. فده يعرفك ان ايه؟ ولما تكون ما بتعملش فاست كتير وتيجي في مره تعمل فاست وتلاقي الفيوز بتاعتك جميله، ده مش تقدم، ده معناه ان في فلويد خلاك تشوف احسن. فذيس بيشنت از بوزيتيف. فاهمين قصدي؟ واضح؟ الا لو انت اكسبرت وايدك ماشيه خلاص اتس اوكي. تمام كده؟ بيلك فيو. طيب السب كوستال زي ما عملناه هناك، بس هنا الفرق ان احنا مش كل اللي هنركز فيه ان احنا نشوف مين البريكارديوم، في فيوجن ولا لا؟ ذاتس ات. تمام؟ طيب نطلع بقى لاخر حته عشان عارف ان انتوا تعبتوا وزهقتوا مني. محدش قال لا. ماشي. دول الريبس صح؟ ها؟ طيب انا ايه الفكره هنا؟ انا عاوز اشوف في نيموثوركس ولا لا. صح؟ طيب دول الريبس اهم. انا هحط البروب فوق الريبس. استخدم طبعا لو انت هتشوف اللونج سلايدنج استخدم سوبرفيشال بروب احسن من الايه؟ من ده، لكن لو ده مقلل الدبس خليه 4 5 سنتيمتر ماكسيمم. ماشي؟ واحط البروب كده، هيبقى شايف ايه البروب؟ ريب ووراه ريب شادو، وريب ووراه ريب شادو، وما بين الاثنين مين؟ لنج. قبل اللنج سكن وسبكوتينيوس تيشو وانتركوستال ماسل، وبعدين الفلورال انترفلورال سيرفيس صح؟ وبعدين الانترستيشال بقى اللي هو الاير. هتشوف فيه حاجه؟ لا مش هتشوف حاجه. طيب تعالى نشوف. غالبا الفيو هيبقى عامل كده. انا حاطط اهو شايف الريبس، الفيو هيوريني ريب ووراه ريب شادو، ريب ووراه ايه؟ ريب شادو. وهنا دول مين؟ سكينو سبكوتينيوس وايه؟ والانتر كوستر. وهنا وايت لاين بقى اللي هو الايه؟ البلورا لاين او السلايدنج ما بين الاثنين بلورا. كويس؟ اللاين ده المفروض انه بيتحرك ايه؟ vertically ان هو بيسلايد على each other، اسف horizontally بيتحرك افقيا صح؟ طول ما هو بيتحرك كده this is a good sign، معناها no pneumothorax خلاص؟ ف it's a good negative sign. طيب لو ما بيتحركش it could be pneumothorax، ممكن انها ممكن تحصل مع lung fibrosis مع البلوريزي
مع السي او بي دي لو ادفانسد تحصل مع حاجات كتير. فلما ما تلاقيش لاند سلايدنج ما تقولش ان هي ايه نيموثورك، لا ده كانت ممكن تكون ايه، لكن لو لقيت لاند سلايدنج ده ايه اكسكلودنج. هي السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعتها اعلى من الاكس راي ولا الاكس راي اعلى؟ لا الالترا ساوند اعلى في الديتكتنج نيموثوركس. الديتكت سمولر وت تولز اوت مور عن مين؟ عن الاكس راي. وعلى فكره كمان بقى في البلورال افيوجن حتى لو عيان ميديكال مش بس في النيموثوركس خلاص. يعني لما يجي لك حد واحده مثلا بريجننت فيميل ليدي وانت عاوز ميك شور انها ايه ما عندهاش نيموثوركس جايه بالتروما، مين يديتكت اكتر؟ without exposing the baby to واضح؟ كويس. طيب اللانج سلايدنج دوت لو انت طلبت من الماشين انها تعمل حاجه اسمها ام مود، احنا كل الكلام ده بنتكلم فيه في الحاجه اسمها البرايتنس مود او البي مود ماشي. لو قلت لها لا اعملي لي بقى الام مود يعني ديتكت الموشن، فهتقول لك هديتكت فين؟ هتحط لها كيرسر هنا على الاكسس ده، شوفي لي اي موشن هنا كده، تقوم تقسم لك الشاشه وايه تعمل لك تحتها تشوف في موشن ولا لا، عارفين زي ما بنعمل الام مود خلاص. كويس. تيجي الماشين تروح جايه ماشيه بالدور كده تشوف في موشن ولا لا، الحته دي فيها موشن، هو السكن بيتحرك؟ لا. سبكوتينيس تيشو بيتحرك؟ لا. هنا لا. البلورا بتتحرك والاير اللي جوه بيتحرك؟ ايوه. فتلاقي الشاشه مقسومه، تلاقي اللي فوق كده عامله زي الباركود ساين واللي تحت ايوه اللي هم في الاخر بيقولوا عليها سيشور ساين او ساندي بيتش ساين، كانه بحر خلاص. طيب تعالوا نشوف لو هو بقى كله ما بيتحركش تبقى كلها ايه؟ باركود ساين. واضح؟ ها؟ واضح. نعملها بسرعه، المفروض نعمل ده في ثلاثه ديفرنت. اخر حاجه اقول لكم عليها هي حاجه اسمها لانج بوينت، يعني المفروض ان انت بتشوف لانج سلايدنج وخلاص. لو انت لاكي انف ان انت وانت عمال تلف تشوف في لانج سلايدنج ولا لا، لقيت في حتت لانج سلايدنج وجيت في حته ما لقيتش ايه لانج سلايدنج، ده الايدج بتاع الايه نيموثوركس، يعني ده بدايه النيموثوركس وبقيته اللانج موجوده. فاهمين قصدي؟ هتشوفها ازاي؟ هتلاقي نص الشاشه، سيبك بقى من الام مود، هتلاقي النص ده بيتحرك ونص ده ثابت ونقطه كده في النص دي بيسموها لانج بوينت دي باثوجنومونيك تو ذا نيموثوركس. يعني انت لو شفت دي نيموثوركس. فاهمين قصدي؟ نصيحتي تعتمدش عليها في الاول لحد ما تمشي ايه ايدك وتشوفها كتير. لو تلاقي مثلا عندكم بيشن نيموثوركس اوريدي في العنايه او في الطوارئ، روح العب بالبروب، عرف البيشن طبعا لحد ما تلاقي اللانج بولانج. دي صعب ان انت تلاقيها لان اتس ا فيري تايني لو سمول، برضه لو سمول هتديتكت اللانج بوينت اسهل من اللارج نيموثوركس، ان هيكون فيه بيج لانج كفايه تخليك تشوفي الايه اللانج بوينت. لكن طبعا لو ماسيف نيموثوركس مش هيبقى فيه لانج اصلا، مش اللانج هتبقى شرينك خالص مش هتشوفيها. واضح؟ غالبا اللانج بوينت بتشوفيها على الباك اكتر من الفرونت. تمام؟ واضح كده؟ كويس. حد يحب يعمل الفاست واساعده؟ facts. الماشين مش شايفه حاجه ورا، ونتيجه الريفربريشن ان هي البتاعه بتتعكس على نفسها من الدين سيرفيس، فبتلاقي دي كان في ايه بلورا ثانيه، كان في بلورا ثانيه، كان في بلورا ثانيه. هو في بلورا ثانيه اصلا؟ لا، بس هي الماشين شايفه ده غلط. الاي لاين دي جود ساين طبعا جدا خلاص. طيب ايه بقى رايكم لو الانترستيشال لانج ده او الانترستيشال سبيس ده في فلويد، سواء بقى انفكشن نمونيا او سواء بالمولاري ايديما او سواء لانج كونتيوجن. مش لانج كونتيوجن بتطلع فلويد شويه بلاد وبعد كام يوم او بعد وقت بيعمل انفلاماتوري اكشن بيطلع فلويد، هيبقى فيه فلويد صح؟ فالالترا ساوند بتحب الفلويد ولا ما بتحبوش؟ فهتشوف احسن، فهتلاقي ما فيش اي لاينز وهتلاقي في لاينز ثانيه كده جايه لك من هنا بيسموها مين؟ بي لاينز خلاص. فما الاقي البي لاينز اكتر نورمال تلاقي ثلاثه بس، اكتر من ثلاثه يبقى ده باثولوجيكال بي لاين. البي لاين في حد ذاته مش هيديني دايجنوزز، لكن اماكنه هي اللي هتديني دايجنوزز اوت اوف ذات، يعني اوتسايد ذا تروما سيتنج. لو لقيت بي لاين افري وير والعين شو سبريس، ده ممكن يقول ان دي
بلمونري ايديما. طب لو لقيت العيان عنده بي لاين هنا بس وما عندوش تروما دي غالبا نيمونيا. طب عيان تروما وعنده انجري هنا كونتيوجن دي لانج كونتيوجن يبقى البي لاين فادتني في لانج كونتيوجن ولا لا؟ بات اتس نوت بارت اوف ذا اي فاست. فهمتوا الفكره؟ لكن حاجه ادفانسد وانتوا تعملوها من السكيل بتاعتكم اتس اوكي. ها بارت اوف بلو اكزام. ايوه بلو بوتكم صحيح. واضح كده؟ كويس. مين يحب بقى مين كده لما امشي البروب كده الاناتومي هيمشي صح مش هيبقى مقلوب. فاهمين قصدي؟ اتفضل. هو يديت البروب بقى انا ما اعرفش هي صح ولا غلط. اورينتيت على الشاشه البروب. طب انتوا ايه رايكم كده؟ هو الليفر ناحيه شايفين السباين واقف فين؟ لان العيان ما عندوش فيوجن. لكن لو مكمل كده هيبان الفيوجن. واضح؟ طيب شوفي مع النفس بيحصل ايه؟ ثبتي ايدك وشوفي مع النفس بيحصل ايه؟ خد نفس شايفين؟ بيسموها بلاك كابتن ساين او لاند كابتن ساين بس كمانك انت مش مبينه. طب نفس ايه رايكم؟ لانج كابتن ساين او بلاك كابتن ساين ايا كان الاسمين صح. معناها ان في لانج انفليشن مفيش نيموفوركس مفيش ايه؟ زي ستار. ايوه ستار بتنزل. تنزل ليه؟ عشان حصل لانج اكسبانشن زق الدافرام الاير جه خلاك ما شفتش اير. تمام؟ طيب انا عاوز بس حضرتك تجيب الكدني تاني معلش. ايوه كده ممتاز. واجيب بقى دي الابر بول ولا اللور بول؟ لا دي اللور. الابر ناحيه الدافرام ماشي؟ واي اورجن انا بعمل له سكاننج اعمل سبيننج كويس عشان اغطيه كله عشان ما يبقاش فيه ريم فلويد انا مش شايفه. كويس ممتاز. الدور طيب في ريب شادوز كتير صح؟ لو عملنا تيلتنج للبروب شويه طيب خليكي ماسكه البروب انا بس هحرك من عند التيل من هنا كده شوف كده هيساعد ولا نروح الناحيه الثانيه؟ لا ما ساعدش الناحيه الثانيه. محتاجين يكون بس مو بوستيريور اهو كده. كده اتخلصنا من ريب من واحد او اثنين ريب اهو صح؟ فين ال هو الفوق مقلوب ولا انا مش واخد بالي؟ مقلوب كويس. ايوه يا نورت. شايفين السبلين والتيب بتاعت السبلين صح؟ شايفين اللور بول شايفينها؟ وادي الابر بول اهي. ولو انا رحت فوق كده اعدي الريب ده واشوف مين؟ السبلين. شايفين السباين؟ السباين مش واضحه هنا قوي كده واضحه شويه بس المهم انها واقفه عند مين؟ عند الدافرام صح؟ خد نفس. ايه رايكم في اللانج كابتن؟ تمام؟ تمام؟ البلدك بقى يجي اللي هنا كتير ممكن البلدك الاورينتيشن انتوا اعملي اورينتيشن كويس البلدك او الفلور جاست ابوف ذا سيمفيس بيوبس عشان تعرف تشوف البلادر كويس ممتاز. الصوره دي اوبتمايزد ولا احنا ممكن نعمل لها اوبتمايزيشن؟ مش هنا الصوت عالي نقول للماشين ايه؟ اسمعي اقل شويه في الحته دي بالذات في التايم ده نعملها تايم جين كومبنسيشن كده اعمل كده اعلى شويه. ايه رايكم؟ كويس. انا عايز بس اوريكم السيمنال فيزيكس تحت خليكي ماسكه حضرتك. انا بعرف اعمل سكان المهم ان انت تتعلمي مش واضحه قوي بس هي المفروض انها بتبقى هنا كده. هحاول اجيب لكم صور دلوقتي على اللابتوب ايه توريكم اللي كده. نعمل بقى ال ال البروب اورينتيتد صح؟ ايوه
برضو انزل جاست اباف ذا سيرفيس بيبلز، انزل تحت كده هشوف البيلدر. ويلكم. واعمل سوايب يعني سبينين كده تحته، لا يمين وشمال كده، ايوه كده، عشان اعدي اجيب الليفر كله واشوف، ابص على اللي هو ما يقابل الادينكسيا في الفيميلز ناحيتين عشان اشوف ما بين الباولز وبعضها، لو في باول انجري هشوف الفري فلويد في الناحيتين في الجنبين، يعني اروح يمين وشمال هنا، فاهمين قصدي؟ كويس تمام يا دكتور. نعمل السب كوستر، ممتاز. كل اللي انا عاوز اشوفه ايه؟ بريكار، ممتاز. خلي بقى وجهي ناحيه الليفر، قصدي اسف الهارت، ايوه كده كده شويه سي سنه الهارت، شايفين الوايت لاين اهو؟ انا بس اشوف الوايت لاين ده، ما احولهوش ريد بلاك لاين، خلاص مفيش تكلف. شايفينه ولا مش شايفينه؟ هاتيه تاني يا دكتور ونعمل لهم بوينتنج عليه بعد اذنك. انت بس شايف شايفين ده؟ رجعي تاني دكتور، خليك زي ما انت. شايفين ده ايه؟ ده ستومك. عاوز تحسن الصوره بتاعتك ابعد عن الصوره بس اهو، واعمل كده هتشوف الليفر، اسف ال اهو واضح. ده مين؟ بيكارديا مو، شايفينه؟ ما حاولوهوش اسود، خلاص مفيش بيكارديا فيوجن. واضح ولا واضح؟ انتوا بتناموا خلاص بتموتوا. اللنج بقى مش ايه فاست لنج، احنا عملنا اوريدي جزء من اللنج كومبوننت اللي هو اللنج كيرتن والبيز اوف ذا لنج والحاجات دي كلها. فوق بقى اللنج فوق، احنا بنحط التاني بس ممكن نستخدم ده دلوقتي. كويس، المهم اشوف، لازم اشوف اثنين ريبز على الاقل. انا محتاج كل الدبس ده 6 سنتيمتر، كويس جدا ممتاز. انت شايفه ريب واحد، محتاجه تشوفي حته من الريب الثاني اللي هو ده اهو، ممتاز. شايفين البلور؟ هايل. لحظه بقى ركزوا معايا كده، ده مين؟ الساين دي بيسموها ايه؟ انت مارشال ساين. الناس اللي اخترعوا، مش اخترعوا، الناس اللي اتكلموا عن اللانج الترا ساوند اول ناس اغلبهم فرنساويين، فتلاقي الاسماء فرنش. دي انت مارشال ساين، كان بقى نمل ماشي ورا بعض كده، دي خيالهم جابوا يعني. خلاص؟ طيب دي ذيس از ا جود ساين، معناها في جود سلايدنج. لو فتحنا الام مود، لوسي حضرتك على الام ده كده. وبعدين خلي الكيرسر ده يبقى في النص كده. حركيه بالدي. الناحية التانية، ايوه، وبعدين دوسي على الام مود تاني. ممتاز، شايفين السي شور؟ باركود. لا دي باركود فوق اهي، بس هي سي شور ساين. أو ساندي بيتش ساين. خلاص؟ أنا عايز أقول له يمسك نفسه ما يعني ياخد نفس ويوقف النفس، نعملها زي اسمه إيه؟ محمد. ممكن خلي نفس جوه. لا أنت رحتي على الهارت. دي عشان إيدينا مش على إيه؟ لا لا طايف فوق يا دكتور، طايف فوق كمان بسرعة. لا عشان شايف الهارت فهيشوف الموفمنت، انا عايز يجيب لك ايوه كده كده كويس. طيب خلاص سوي نفس. خليك رخص بس. انا مش عارف افهمها قوي. لو حد يعرف يساعد، لان هي هتبان كويس قوي، هتلاقي كل ده قلب باركود. لان ما بقاش يتحرك. فاهمين قصدي؟ بس اتس اوكي. بدا يقلب شويه كله باركود، بس هو طبعا لسه بيتحرك. تعملوها على ثلاثه ديفرنت بليسز او اكتر، اتليست 3 كل ناحيه. واضح؟ لو بتعملها جزء من التروما اللي هي ميجر تروما سكان، لو انت بتعمل تروما تو ذا لانج سكان لازم تعملها ل 6 سبيس، يعني مثلا عين جاي لك انجري تو ذا شيست مش عايز تعمل له شيست اكس راي، عايز تشوف فيه نيموثوركس ولا، اعمل هنا ثلاثة واعمل في الباك ايه؟ ثلاثة، اتس اوكي. لكن في السيتنج بتاع التروما العادية خلاص كفاية ثلاثة. واضح؟ تمام؟ حد يحب يعملها تاني؟ تمام كده الايه فاست؟ اتفضل.
تفضل.